تعال اقعد جنبي يا ابراهيم عيسى. وانا كلمت النهارده طارق نور قال لي ماليش دعوه هو ده اعلام يا ابني عايزين نرد على اكاذيب بيقولها. بعت الاخ ابراهيم عيسى رساله اللي بيتكلم عن الاعلام والحريه لا دي القناه بتاعتي هو قال هو نفسه الاص عمرو الشوكي ده انا كنت معاه في الدعايه الانتخابيه وكنت ماشي هو قال كده صديق لا مش حزبة ابوك وهرد وفي القناه بالادب وغصب عنك هرد وهتفاجئ ان انا جاي ارد بورقي وهتقعد جنبي زي البتاع القديمه مش هتنطق فاهم يا ابراهيم عيسى انت اولاد اخوك اللي من غيرها بدأوا عرفنا وعاملين زملكاويه ومنعيت على الزمالك ومش عارف ايه عملت ايه اللي بحر مصر كلها. تاني بقول يا مصر انا كنت قفلت الصفحه بتاعت احمد مرتضى لان احمد ما بيروحش المجلس طبيعي وجبت جواب المجلس ان راجل احتراما لحكم المحكمه ما عادش بيروح تمام. انتوا اللي عمالين تفتحوا الصفحه وتقلبوا احنا ما زورناش انتوا اللي زورتوا وانتوا اللي سرقتوا الورق وهقول لكم الحكم اتاخد ازاي على المكشوف بكره ان شاء الله يا ابراهيم لو انت راجل ما انت فنيت انتاج الاعلام اهو انا بقول لك اهو الساعه 10 بالثانيه تترزع تقعد جنبي وهات الواد الشوكي اللي جنبك معاك دوت جنبي انا مش هغلط ولا غلطه بالقانون ولو غلطت غلطه فيكم تاني اهو لو غلطت غلطه فيكم يا عم انا اعتزل العمل السياسي والراديو وكل حاجه والبرلماني انما مش هتيجوا اقسم بالله ما عندي الا الجزمه القديمه وهتفاجئ اني جاي لك الاستديو اقسم بالله العظيم ما بهرك فاهم يالا ابراهيم يالا فاهم ها وهنحكي بكره بقى قصه سميه ياسين بتاعت اويسنا جارتك حبيبتك ها انت مش دي برضو جارتك حبيبتك اللي وديتها لجمال حبيب جد الله فاكر يالا لما رئيس الوزراء قال واحده بتتبسح في السلم كان عاطف سيد الله يرحمه ولا مالي حكومه جرى ابراهيم جرى يالا ما تفوق اذا كنت انت بخاف شويه ناس في الدوله ما بخافش ده انا معلم عليك 100 علامه وانت راسك كلها بطوح بكره ان شاء الله وجايب لك بقى جايب لك مفاجاه يا ابراهيم يا عيسى عشان انت زدت طب ما جبتهاش معاك ليه؟ زدت عن لا عشان انا عايزه يكون موجود انا بديله فرصه دلوقتي انه يجي خلاص إيه تعالى بكره معانا ما عندناش مشكله ما هي دعوه مفتوحه لشعب مصر كله لا عايز يجي عشان يتفرج هو بيعمل وهو بيتعمل استريبتيز لابراهيم عيسى خلاص تحترم نفسك يا ولد وعنده وردان اسمه المقال ما حدش بيقراه اقسم بالله وحياه المصحف الشريف انا بجيبه اقسم بالله لان عشان ارميه في التواليت خلاص شتيمه في الجيش وفي الشرطه وفي القاضي حدش عاجبك في البلد يا ولد انت مين انت؟ انت مين؟ انت وصلت طارق نور النهارده قال لي انا مش قادر عليه هبيع القناه بسببك انت وصلت انا بقول لك هو على مسؤوليتي قال لي انا مش قادر عليه انا هبيع القناه بقى اللي قادر عليك يا حبيبي وهاجي لك الاستديو وهربيك في الاستديو بالقانون انا لا بلطجي بضرب ولا بعمل هتديني قاعد جنبك واخد بالك يا ولد اهو المستندات ولينا حق الرد وهنأخذ